ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا من الحلقة اللي فاتت. قصتنا بعنوان اغتصاب وزواج اجباري بقلم الكاتبة الجميلة فاطمة قنيبر. بس قبل ما نبدأ، اللي مشتركش في القناة ينزل يشترك بسرعة ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد بنقدمه. ويلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ونكمل قصتنا. وبنروح لمكان لأول مرة نروح له في مصر، في محافظة الشرقية. واتكلمت سلمة، قولي ليه لأ، انت ليه مش عايز تفهمني؟ افهم ايه؟ احنا عملنا حقن 3 مرات وبرضو ربنا مش كاتب لنا نخلف، ليه عايزانا نرجع ناخد امل تاني؟ ليه؟ وفيها ايه؟ ما نحاول رابع وخمس لحد ما ربنا يرزقنا. وكمان الدكتور اللي هنروح له بيقولوا عليه شاطر يا رامي. فاتضايق رامي واخد مفاتيح عربيته من على الترابيزة وتوجه للباب عشان يخرج، ولكن قبل ما يفتحه سمع صوت بكى زوجته وحبيبته وشهقتها اللي بتزيد. فرجع لها تاني لان قلبه وجعه عليها جدا، وقرب منها وقعد جنبها وبقى بيحسس على شعرها وهو بيقول انت عارفة اني مش حابب اشوفك بالمنظر ده، يا ريت تبطلي عياط يا سلمى. ليه عايز تحرمني اني ابقى ام؟ عمري ما منعك من انك تبقي ام، انا كمان نفسي يبقى عندي بنت منك وتبقى شبهك كده، ولما تعيط عينيها تحمر ووشها يبقى شبه الطماطم زيك كده. ابتسمت سلمى فقال رامي بفرحة ايوه كده اهو دلوقتي الشمس طلعت، ابتسمتك يا حبيبتي بتنور لي حياتي، وعشان كده يا ستي انا موافق نجرب مرة رابعة بس عندي شرط. فرحت سلمى وحضنته بقوة وقالت اهم حاجة عندي انك وافقت يا حبيبي، موافقة على اي شرط تطلبه مني. ما توافقيش يا سلمى غير لما تعرفي شرطي الاول. ماشي هقول. دي هتبقى اخر مرة نحاول نحقن فيها، ولو ما نفعش مش هنعمل كده تاني وهنرضى بنصيبنا يا سلمى. سكتت سلمى لدقايق وقالت ماشي موافقة، لا لازم توعديني. في ايه يا رامي؟ ما انا قلتلك موافقة. لا برضو لازم توعديني. خلاص ماشي اوعدك، لو فشلت المرة دي هتبقى دي اخر مرة. حست سلمى بتقل الكلام ده، اما رامي ففتح ايديه وحضنها بقوة، وفرحت سلمى فأحضانه لأنه أخيرا وافق على طلبها اللي كانت بتلح بيه من 3 شهور. وبنروح لفرح اللي بصت له باستحقار وشمئزاز وقالت أنت عارف إنك أكتر واحد بكرهه في الدنيا دي؟ ما يهمنيش حبك ليا، المهم عندي إني أفضل أعذبك كده طول ما أنت عايشة. وقعد على ركبته عشان يبقى في مستواها وبص لها بنظرات كلها شر وقال كنت فاكرة انك هتقدر تموتيني وتروحي تتجوزي حبيب القلب وتعيشوا حياة سعيدة، ده بعدك طول ما انا عايش انت ليا انا وبس، فاهمة؟ قال كده وهو واضع ايده على وشها، فبعدت فرح ايده بغضب وقرف وقالت انت فاكر ان منير هيسيبك تقرب مني تاني؟ ولحظتها ضحك فارس بقوة وبصوت عالي جدا وقال ضحكتيني الصراحة، اصلك ما تعرفيش ان حبيبي القلب اتقبض عليه من شوية صغيرة في جريمة قتل رندا وهيتحكم عليه بالاعدام. انت كذاب، مستحيل منير يعمل كده مستحيل. يعني مش مصدقاني؟ انت بني ادم حقير اصدقك ازاي؟ وضربها بالقلم للمرة التانية ومن شدته نزف بقها وما اهتمتش بالوجع ده وقالت له بغضب انت حيوان. وطلع فارس تليفونه وفتح على فيديو وادهولها وهو بيقول خدي شوفي حبيبي القلب بنفسك يمكن تصدقي. واخدت فرح التليفون وبعد لحظات اتسعت عيونها من صدمتها وهي مش مصدقة اللي بتشوفه،
وده لأنها شافت منير وهو بيسحب السكين من صدر رندا ورماها في الأرض ووقف عشان يخرج، ولكن دخلت الشرطة وبعد مجادلات ما بينهم أخدوا معاهم. فقال فارس، طبعا كده صدقتيني لما قلتلك إن هو قتل ودخل السجن. منير عمره ما يقتل حتى لو شفت بعين. وبعدين الفيديو ده وصلك إزاي؟ أصلك ما تعرفيش إن القصر كله مليان كاميرات، حتى الأوضة المهجورة والمطبخ والحمامات. أمال عرفت منين؟ طبعا من كاميرات المراقبة، وبسبب الفيديو اللي معايا ده وبصماته اللي على السكين، وكمان إنه جنب الجثة. كل ده هيثبت إن هو القاتل الوحيد. أنت قذر قذر. فمسك إيديها وقال، قلتلك 100 مرة رأيك ده ما يهمنيش، ويلا قومي قدامي عشان هنمشي من هنا. أنا مش ماشية من هنا ولا رايحة معاك في مكان. مش همشي مش همشي وأسيب ابني. ابنك أنا خدته من بدري ومش موجود في المستشفى كلها. إيه الكلام اللي بتقوله ده؟ لو مش مصدقاني روحي شوفي بنفسك. وخرجت فرح بسرعة بدون ما تبصله، وجريت على أوضة ابنها وشافتها سرين اللي كانت قاعدة قصاد الأوضة، واتصدمت وقلقت من منظرها وقالت لها، في ايه يا فرح؟ ومكملتش كلامها وجريت وراها. فدخلت فرح ولقت الأوضة فاضية ووقعت على الأرض وهي بتبكي. فانصدمت سيرين من عدم وجود الطفل وسابت فرح وجريت بسرعة على أوضة مدير المستشفى، ودخلت أوضة المدير بدون أي استئذان. فانزعج المدير من التصرف ده، واللي كانت جنسيته فرنسية واسمه جاك وعنده 40 سنة. فكان قاعد على مكتبه واتصدم بدخولها بالطريقة دي، فاتكلم بغضب وقال، كيف تدخلين دون استئذان؟ وأنتم كيف تسمحون بهذا الإهمال؟ عن ماذا تتحدثين يا فتاة؟ أين هو الطفل منير؟ كان في غرفة 567، لماذا لا نجده؟ هذا الطفل جاء والده أمس بعد ذهابكم وقال بأنه سيأخذ طفله إلى مشفى آخر، ونحن غير مسؤولين عن هذا، ليس لنا الحق في أن نمنعه عن أخذ طفله. والده؟ ولكن كيف هذا؟ والد الطفل متوفي. هل تعطون مرضاكم لأي شخص يأتي ويقول بأنه والده؟ لن نفعل ذلك، ولكن هذا الشاب كان معه شهادة ميلاد الطفل وأخبرنا بأن والدة الطفل مرضت فجأة فجاء هو بدلا عنها. وغير ذلك أراني صورة صديقتك. وما اسم هذا الشاب؟ لا أتذكر، ولكنه وقع على ورق الخروج والاستلام. يمكنك الذهاب للاستقبال لأنه دفع أيضا مصاريف المشفى ووقع هناك. فخرجت سيرين وهي غضبانة وتوجهت للأوضة اللي سابت فيها فرح، وهي بتقول في نفسها، يمكن منير أو سليم هم اللي خرجوه. طب هم رجعوا إمتى من مصر؟ وبعدين ما قالوش ليه؟ ماشي يا منير، لما أشوفك بس كده ترعبني أنا وفرح. ووصلت للأوضة اللي فيها فرح، ولكن شافت شخص اعتقدت إنها أول مرة تشوفه، قاعد على كرسي مقابل فرح وهي قاعدة على الأرض ولسه على حالها وبتبكي. أما الشخص ده فكان بيبص لها بابتسامة غير مريحة بالمرة. فقالت سيرين، ممكن أعرف أنت مين يا أستاذ؟ أكيد أنت سيرين. قال كده وبص لها من فوق لتحت وكمل كلامه وقال، لسه حلوة زي ما أنت. آخر مرة شفتك فيها كان عندك 7 سنين. وعارف اسمي كمان وشايفني فين بقى؟ في مصر. وبص الفرح وقال، ايه هتفضلي قاعدة كده؟ يلا قومي معايا، ده لو عايزة تشوفي ابنك تاني. ممكن اعرف انت ازاي تتكلم معاها كده وانت بقى الحيوان اللي خطفت الولد؟ هو انا ازاي هخطف ابني؟ اتصدمت سيرين وقالت، فارس انت لسه عايش؟ ايوه لسه عايش، وجاي اخد مراتي
وابني عشان نرجع على مصر، وانا مش هسمح لك تاخدها عشان تعذبها تاني. شرسة قوي شكلك. وبعدين انت مين انت عشان تمنعي واحد ياخد مراته وابنه؟ انت ما تعرفش منير اخويا ممكن يعمل فيك ايه لو عرف انك هنا. مهتمش بكلامها ونزل لتحت وشد ايد فرح عشان تقف، ولكن مسكت سيرين ايده بمنتهى الغضب وبعدته عن فرح. فبص لها فارس وبعد ايديها عنه، وبص الفرح اللي قاعده في الارض وكانها في عالم تاني، وقال: هتقومي معايا ولا اخد ابني وارجع؟ وقسما بالله ما هتشوفي تاني يا فرح. ولحظتها استوعبت فرح اللي قاله وهبت واقفة عشان تمشي معاه، ولكن وقفتها سيرين وهي بتقول: ايه فرح، بعد ده كله هتصدقيه وتروحي معاه؟ عايزاني اقعد واشوف ابني بيضيع مني، عارفة اني رايحة للشر برجليا، بس مش هقدر اسيب ابني. قالت كده وهي بتبص الفارس بمنتهى الاشمئزاز، وبكت بصوت عالي وبكت اكتر واكتر وهي بتقول: مش هقدر يا سيرين، مش هقدر ابعد عن ابني، انا مستعدة عشانه اروح جهنم برجليا. فقربت سيرين وحضنتها بشدة وبكت معاها وقالت لها: ما تقلقيش يا فرح، مش هسيبك، هرجع مصر وراكي على طول، ما تخافيش يا حبيبتي. قالت كده وهي بتطبطب عليها، فسقف فارس وقال بسخرية: حلو قوي المسلسل الجميل اللي انتوا عملتوه ده، يلا يا فرح امشي قدامي. وتحركت فرح بعد ما ودعت سيرين اللي وعدتها ان تسافر وراها. وقبل ما يمشي فارس وقفت سيرين قصاده واتكلمت بنبرة تهديد وهي بتقول: انت عارف لو قربت الفرح او اذيت منها شعرية واحدة بس هعمل فيك ايه؟ بص لها فارس بنظرات مليانة شر وسابها ومشى ورا فرح بدون ما يرد عليها. فقعدت سيرين على الكرسي بلا حول ولا قوة، وقررت ان تتصل على اخوها عشان تعرفه باللي حصل. فاتصلت كتير ولكن ما ردش عليها، فكان تليفونه خارج التغطية. فقررت تتصل على سليم وترددت شوية، ولكن في النهاية اتصلت بي. عاملة ايه دلوقتي يا حبيبتي؟ تفتكر المرة دي هيبقى في حمل؟ قعد رامي جنبها ووضع ايده على شعرها وهو بيقول: ان شاء الله يا روحي، انا خايفة قوي يا رامي. ما تقلقيش يا حبيبتي، اهم حاجة تنفذي كلام الدكتور وما تتحركيش من مكانك خالص. امال مين اللي هيعمل اكل وينظف البيت؟ انت عارفة يا حبيبتي ان نفسي من زمان اجيبلك حد يساعدك في شغل البيت، بس الظروف مش سامحة. ان شاء الله لما ترقى في الشركة ومرتبي يعلى هجيبلك حد يساعدك، بس دلوقت انا اللي هعمل كل حاجة. ازاي يعني تعمل كل حاجة؟ يعني هنظف وهطبخ مكانك على ما تقومي بالسلامة ان شاء الله. لا انا هتصل على ماما تيجي. لا طبعا مش موافق انك تجيبي امك تخدمنا، انا هعمل كل حاجة بنفسي، بس كلامي يتنفذ، عايزك تبقي كويسة وبنتي تيجي بالسلامة. ربنا ما يحرمنيش منك ابدا يا روحي، بس ما كنتش حابة تعبك معايا. تعبك راح يا قلبي. ولحد هنا خلصت حلقتنا، بس قصتنا لسه ما خلصتش. تفتكروا مين رامي وسلمى وايه دورهم معانا في القصة؟ وهل دورهم هيكون سلبي ولا ايجابي؟ وفارس ايه سبب تمسكه بفرح كده؟ تفتكروا يكون بيحبها؟ ولو كده فعلا هي هتقدر تغفر له الدمار اللي سببه ليها؟ وابن فرح مصيره ايه؟ اكتبوا لي توقعاتكم تحت في الكومنتات، اكتبوا لي توقعاتكم في الكومنتات، وما تنسوش تدعموني بلايك على الفيديو واشتراك في القناة. لو انت مش مشترك فيها فهيفرحني اشتراكك جدا وانضمامك لعيلتنا. بحبكوا قوي، مع السلامة.